انتظرك. امشي يلا امشي اشو يلا قعدونا يلا. يا اخوي يا نوري ما انطيتنا مجال، ما خليتنا لكتلك كتله زينه حتى نبرد قلوبنا. ايش بيكم تخبلتوا؟ اربعتكم هجمتوا على الولد وفوقها تقولون ما قدرنا نكتله. يا ادري ايش بيكم؟ صدوق كذب تحشون. انتم متعاقبين هسه افتهمتوا؟ جوا للمكتب ما تطبون، لنا للمغرب يلا. عمي نوري بابا نعمان خلوني اروح على سنان اشبعك كتل. اقعد ولك لا والله اشلع هالاذنك واكسر راسك هنا افتهمت؟ ولي عمي نوري انشلعت اذاني انشلعت اذاني. شبلك خير اخويا نوري عليك ما شو مسوي بعد؟ لا 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 تخاف انا اعرف شلون ادبهم. حميد شوف اخويا اخوه مرتك جوي هنا دي يسألون عليك وذول نيتهم مو صافيه دير بالك ابني. احنا حلينا الموضوع اخويا نوري. عمو بشرى حكت كل شيء لزينه وانا تصالحت ويا زينه واخوانها هم الف الحمد لله. ها اي زين زين الحمد لله والشكر. اها يلا على الخير ابني على الخير. تسلم عمو. حميد ترك شغله اخويا نوري ويريد يرجع يشتغل بمكتبنا شو تقول؟ اي طبعا طبعا. يلا حبيبي يلا خلنا ندخل جوا نعطيك سويتشك يلا ابني. تمام عمو تسلم. ها صدق عيني دريد مرني اخويا هذول الاثنين متعاقبين اليوم ما يطبون للمكتب خلي عينك عليهم. على راسي اخويا. شلون هزل من الخشنه؟ اش بيكم ليش معاقبين؟ ما بدون سبب ما مسوي شيء. هذا سنان الحقير حاولنا نخنقه بس ما قدرنا يا اخويا فلت من يدينا. ما قدرنا نخنقه. ايه وانت تجهرتك ليش هيك قايله؟ والله عمي دريد لا تسالني ولا اجاوبك لان قصه طويله كلش اوفك منها. مرحبا. اهلا وسهلا ست اديبه احترامي. ويلي عم اهلا وسهلا شلونك زينه؟ هلا بيك. نسيبي سمعت انت مو مريض وانا قلت اسوي لك كيك من ايدي تفضل انطي يلا تفضل انطي. وين انطي؟ والله اشكرك هواي يا اديبه فاجئتيني والله كلش فاجئتيني عاشت ايدك والله. يعني انت هل قد تحبيني؟ شنو هالحكي نسيبي وسبه انا طبعا احبك. انت غالي علي كلش روحي انت. اني يلا تمام تمام يلا قوم قومي قوم روحي على البيت يلا. صار لعد اروح مع السلامه استاذ دري. الله وياك ست ديبه احترامي. اخويا دريد. دريد دريد اخويا. اخويا دريد اخويا دريد. هاي اديبه ماكو. هاي المريه تخبل كلش قويه وسباعيه ونشيطه ومثل الاسد يعني والله اذا لزمت شي تشعل شعل وكلش حلوه هم مثل الاميره. احنا يمنا كانت تفوت بكل مسابقات ملكات الجمال وتطلع هي الاولى وبعدين بالمطبخ كلش زينه تسوي اكلات تخبل يعني ما اقدر اوصف لك اكلها كلش طيب واذا ما صدق هاك شوف ذوق 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 جرب. طيبه مو؟ كلش طيب اصلا كل العالم رادوها ورا ما تطلقت بس يريدون يتزوجوها متخبلين عليها هيجي وقفوا عليها سره. شنو؟ شنو يعني هواي يردوها؟ مية وخمسين شخص تقريبا اكثر. واني كنت اريد احكي وياك بهذا الموضوع حجي نعمان. عندك شيء؟ شنو الموضوع؟ على سنة الله ورسوله اطلب ايد ست ديبه. ما يصير اني ما انطي عمتي هيجي لاحد بسهوله. دير بالكم اني ما اقبل. وانت ليش تدخل؟ اثول قم منا قم ترى هسه اصمتك براجدي اثولك ثول يلا امشي منا. زين بابا يلا ولي لك يلا ولي باوع. هسه اخويا دري عندي شرط واحد بس شرط واحد. شنو هالشرط حجي نعمان؟ اذا تتزوج ما تجي علي على البيت وتقعد على قلبي اتفقنا؟ تمام اغاتي. وشرطي الثاني هو من تتزوج تاخذها لهاي الفيله الصغيره وهذا زوجها من بيتي كلهم تاخذهم. ها هي متفقين؟ تمام اغاتي. زين لعد تعالوا طلبوها لعد. تسلم حجي نعمان تسلم. انا هم ارتاحت والله مثلك. قول نعماني حبيبي. على الخير حبيبتي باكر راح نتخلص من كل هذول الاغبياء. دريد راح يجي يطلب ايد اختك الدبه هديبه. تحكي صدق انت؟ الف الحمد لله والشكر يا ربي. باكر وديها على الماكينه قبل والبخيها لبخ زين افتهمتي صفيه؟
ماكينة ايش نعماني؟ حياتي يعني قصدي عصالون، اخاف ما تعجب الدريد وتبقى نايمة بروسنا، ديري بالك. ها تمام تمام افتهمت تمام، اني احلها، انت لا تخاف ابد، يلا باي.